هنقوم بيتنا وعيالنا وقلبك ازاي؟ ولا يهمني والله قلبي، والله لو انصلح قلبك لتصلح البيت كله. جت زوجة، زوجها جت بتوها مليونين، جت انا عايزه اتجوز انا. قلت له يا ابني بجوزت والله جواز تاني، يعني هتجيب لي الزوجه الاولاني تصلحها لك، لكن جواز ماليش في القصه دي. لا ده انت عندي. قلت له عندي والله حريم كتير بس انا ما بسعاش، فكنت هدي الزوجه الاول. قعدت معاها طبعا، قعدت ادعي للراجل ليله كامله صابر عليها ومحترم، لان ده مش هيعمل حرام زي اللي بيعملوا حرام وقصص. لا 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 ده راجل دغري يعني، ده سيده كده هيعمل اهدى زوج وعنده المقدره، عنده المقدره. بس هي صالحه بس مش فاهمه، يعني هي طيبة، ما حلو، ما هو يعني جميل انك تكون طيبة، بس اعرف دوري، اعرف دوري، زوجي فين؟ جوه العين ولا فوق الراس؟ ده جوه غشاء التامور ومقفول عليه، احنا انانيين. الشاهد قلت له لا يا عم سيبها لي شهر، سيبها لي شهر نفهمها وبعد كده براحتك خد قرار الزواج بقى. بس بعيد عني بره. قال لي ماشي. الراجل جه بعد اسبوعين اتنين، بعد اسبوعين اتنين قال لي انا مش هتجوز. قلت له هي تصلح؟ قال لي لا ما تصلحتش. قلت له انت ما تصلحش ولا راحت في المية؟ قال لي اه شويه وبتنسى وترجع وهكذا. قلت له امال ايه؟ قال لي الصوامه القوامه. مين 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 اللي اتقال عليها الصوامه القوامه؟ الله يفتح عليك. لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل قال له ردها الصوامه القوامه. ايه نجاتك؟ مين اللي يدافع عنك؟ حالك مع الله. انا بس عايزه افرحكم يعني، هي تصلح حالها يعني الدنياوي كمان. قلت لها عملت ايه؟ قالت لي بقيت بصي بضرب له ركعتين. قلت لها بتضربيه؟ بضرب له ركعتين كل ليله. بتدعي فيهم هي صالحه بس مش فاهمه وبتصير كده. يعني هو في واحده فيكم تنكر انها بتحب عيالها؟ لكن طب مش عارفين نقول لهم بنحب. ودي تقول لي ده مهم ده امتى اطلع؟ بصي انا معاك بنت ولا اطلع 18 سنه واسيبهم؟ وما تعرفش ان امها دي هي نور عينيها بلدها. تيجي زوجها هي بتحب زوجها بتحبه، بس عارفين الدبه اللي قتلت كذا؟ يعني ما تقولش بحبك ولا نيله ولا سواق ولا بتاع بتزعق. طب يا ابني ما وراء الكلام؟ صفر. طيب ما علينا، خلينا نقول الحال يجي ازاي. اول حاجه الذكر، والعباده الوحيده اللي قال الله سبحانه وتعالى عليها واذكروا الله ذكرا ايه؟ الكثره، بل بالعكس قله الذكر مع المنافق. لا يذكرون الله الا قليلا. لا مش عايزين نكون منهم. احنا مين؟ احنا ان شاء الله كثير. وانت داخله وانت طالعه وانت عم ده انا اعرف اخت بتحسب بتقول لك لا خليني كده من فلوريا للحته بتاعت اللي بعد افجلر ومثلا معديها مثلا مش حرامي ديري حتى سعادات ديري انا باخد بجيب فيها 1000 حاسبه بجيب فيها 1000. قالت لي 1000 من الصاله الابراهيميه. قلت لها صح ما الدنيا واقفه ما تشوفش كماجير حد ما الدنيا واقفه. هي عارفه المسافه دي فين. اعرف اخت استاذ دكتور في جامعه، والاخت دي رساله الدكتوراه بتاعتها عشان بس ما تقولوش ايه. لا لا هي بتشتغل وبتدرس وعندها عيال وعندها 3 عيال وصبيان يعني مجننينها، ودايما حاطه ايديها كده في ولا تعالي ولا زي ما تعالي ايه اللي في جيبك ده؟ تقول لي انت ازاي مش مراكك؟ فين مره من المرات كده بتطلع لقيتها سايبه؟ ببص طبعا العداد مش السبحه اللي طالعه جديد، العداد اللي هو القديم السبحه القديمه اللي معديه ال 10. قلت لها 10000 ده من امتى؟ قامت مصفره البتاع. اه كنا مره بنعمل يوم في المسجد ايام بقى ما كان في المساجد، كنا بنعمل مره في يوم فجت واحده اميه لا تقرا ولا تكتب. اتكلمنا مره عن الذكر وبتاع، فقامت جايه المره اللي بعديها. عارفين الورق بتاع الامتحانات اللي هي كراس الامتحانات الطويله دي؟ ما تعرفش تعد. عامله 100 100 وحاطه جنبيها شرطه 100 وشرطه، اخرها 100 100 وشرطه. جايبه كام؟ بتجيب كام في اليوم؟ 50000. 50000 ذكر. هي طبعا مش يعني بالكسره، بس جميل في الذكر يبقى في كسره مع حضور القلب. احنا فين من الناس دي؟ بتصلي على النبي على السلام، بتصلي عليه لما بتقفي كده بيبقى لك حال في الاستغفار، حال قلبك جميلة، مش 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 جميلة التوكل ده، صدق اللجوء والتوكل لله سبحانه وتعالى. ان لما يحصل حاجه وتيجي اخت قدامي اتصل فلانه ايه؟ قالت لها في المصلحه الفلانيه ولا حاجه فلانيه. مالها بتعمل ايه؟ والله عندها الامر الفلاني، اصل هم عندهم الوسطه الفلانيه وتتصل كده كده المصلحه مقضيه، اصل ده شغلهم. لم تقضى المصلحه
سجل السجدة الشكر على طول لله سبحانه وتعالى في السماء. يا رب انا عايزاها منك انت، انا عايزه قضاء الامر ده منك انت يا رب، انا مش عايزاه من عبادك. هو كده التوكل، افئده الطيب تروح ايه خمس ما فاضي وترجع بطن. هو ده ينفع يكون حن؟ اه ما احنا عارفين يعني، بس احنا واخدين بالاسباب. انت اللي جيت تبع ابراهيم؟ والله مش فادي يا ابراهيم. تمام. فالفكره ايه؟ الفكره حال القلب. انا حالي ايه؟ انا حال قلبي عامل ازاي؟ انا فعلا عندي ايمان ويقين وصدق لش، ولا عايشه في الدنيا ريشه؟ يلا حبه هنا يودوني. يا سلام لو رحت مع الاخوات، اللهم بارك بقى. ده انا رحت مع الاخوات والحمد لله رب العالمين، ما شاء الله ما شاء الله. ايه قصب الاخت قالت اهي، هي دي مربط فرس المحاضره. قلب هو الايه؟ الملك. وبعدين الجوارح اللي بتبين، لسانك عامل ازاي؟ تقول لك شفتي والله بصي بقى فال سمك ده احسن فظيع ده بقى بصي بقى. او رد فعل او تطنشه او حركه جسد او لو بادي لانجوج فيها نوع من الاشمئزاز او التكبر او كذا، استغفر الله. او سوء معامله مع الزوج، لما يجي الزوج يقول لك لا ما اقدرش والله طيبه وصالحه زي زوج تاني، بس ده راح اتجوز بقى. بعد ما راح اتجوز، ما احنا لازم نجيب الاسباب، ما احنا حريم لازم نجيب السيره دي. فبعد ما راح اتجوز راح جاي لها جرم في يوم، هي عارفه يعني، هي كانت متوقعه كده يعني، وهي من جواها اصل كل انسان عارف هو قصر في ايه، بس طبعا ده مش تبرير. فراح جاي قال لها جه جرم، يقول لها انت دعيتي عليا؟ والله شكلك دعيتي عليا، اوعي تكوني دعيتي عليا، انا عارف ان دعوتك مستجاب، عارف. وخد بتاعه ده بس شرط يعني، جرب ماشي عيش حياتك يعني. ماشي بس على الاقل اجل الخلفه من الثانيه لما تستقر نفسيا وتشوف فعلا الامر يستحق ولا لا. وكلهم والله ما عدت حد الا سنه سنتين ولا كانت احنا خدنا الخطوه. لكن لا ننكر هذا الامر حق شرعي يعني. لا. طيب. يبقى انا لو انا عايزه الدنيا والاخره يبقى حالي مع بعض. الست ايام اعمل فيهم ايه؟ بصوا بقى الثلاث حاجات اللي قالهم ابن القيم. تدبر، تفكر، له حاجتين، ايات الله الكونيه وايات الله القدريه والعمل الصالح.